السلام عليكم. اندلعت اليوم في عدن شبكات واسعة بين القوات التابعة للحكومة الشرعية وبين مسلحين تابعين لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي حشد أنصاره للخروج اليوم ضد الحكومة. قام مسلحو الانتقال باقتحام مقر الأمانة العامة لرئاسة الوزراء وبعض المقار الحكومية الأخرى في إطار ما أسموه بإسقاط الحكومة الفاسدة. من جهته قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إن القرار في عدن في يد القوات الإماراتية، كما لوح بتقديم الاستقالة إذا كانت السعودية والإمارات راغبتين بهذا السيناريو، وأنه لن يسمح بإراقة الدماء. الشبكة المستمرة خلفت أكثر من 15 قتيلا وعشرات الجرحى الذين تم إسعافهم إلى المستشفى الجمهوري ومستشفيات أخرى. التحالف العربي لم يصدر عنه سوى بيان يدعو للتهدئة ووقف إطلاق النار. رئيس هادي أيضا وجه بوقف إطلاق النار، لكنهم وهم المعنيون وأصحاب القرار لم يتخذوا مواقف عملية تحل الإشكال وتنزع فتيل الأزمة. لماذا هذا الصمت والأداء السلبي للتحالف والرئيس هادي؟ هل سيتحركون فقط عندما يقع الفأس بالرأس؟ هل تكرر مواقف الدول الإقليمية والشرعية والتحركات الخارجة عن الشرعية بعدن التذكير بما حدث بصنعاء في سبتمبر من عام 2014؟ وماذا عن دولة الإمارات؟ هل تتجه نحو القضاء على شرعية الحكومة التي تدخلت تحت لافتتها في اليمن؟ أم أنها تريد إضعافها فقط؟ وأخيراً، لماذا لا يتخذ الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي موقفاً حاسماً من الإمارات التي تحكم عدن الآن بحسب قول رئيس الحكومة؟ وأين موقف المملكة العربية السعودية من كل ما يجري؟ أعزائنا المشاهدين، حول هذه التساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش بعد متابعتنا وإياكم لهذا التقرير. هل تذهب عدن على خطى صنعاء؟ سؤال تبدو ملامحه اليوم أكثر تشابها ما بين اليوم 28 من يناير 2018 وما بين 21 من سبتمبر 2014 غداة إسقاط العاصمة صنعاء. اليوم ورغم تحذيرات الأجهزة الأمنية في عدن بعدم الخروج إلى الشوارع، إلا أن المجلس الانتقالي دفع بمسلحيه إلى الخروج لمهاجمة أفراد الجيش والأمن واقتحام المقر الحكومية. مسلح المجلس الانتقالي قاموا باقتحام مقر الحكومة في خور مكسر وعبثوا بمحتوياته وأطلقوا ألفاظا نابية على قيادة الحكومة والرئيس. مصادر طبية قالت إن قتل اشتباكات اليوم في عدن وصلوا إلى 15 قتيلا وعشرات الجرحى. الرئيس هادي وجه الحكومة وأجهزة الأمنية بالوقف الفوري لإطلاق النار وعودة القوات إلى ثكناتها، فيما حذر رئيس الوزراء من إراقة الدماء ورمى بالمسؤولية على الإمارات والسعودية اللتين قال إنهما يملكان القرار في عدن. وأضاف أن ما يفعله أنصار الانتقال في عدن لا يختلف عما قام به الحوثيون في صنعاء. دول التحالف اكتفت بتحليق الطيران فوق سماء عدن وإصدار بيان يدعو إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، فيما ذهب مراقبون إلى وصف هذا البيان أنه بمثابة ضوء أخضر لقيادة الانتقالي للمضي في اتجاه تقويض الحكومة الشرعية. فلو أراد التحالف دعم الشرعية كما أعلن غداة تدخله في اليمن لأوقف دعم المجلس الانتقالي والحزام الأمني الذي تعد الإمارات هي من أنشأهم في عدن وتتكفل حاليا بدعمهم المالي والسياسي والإعلامي. مؤخرا لم يعد خافيا على أحد أن عدن صارت ميدان صراع بين الرئيس هادي والإمارات، ولحسم هذا الصراع يعول هادي وحكومته على دعم المملكة السعودية التي يبدو أنها لم تتخذ حتى الآن موقفا واضحا إلى جانب الشرعية، ولا تزال حتى اليوم تغض الطرف عن ممارسات الإماراتيين، رغم أن هناك تباينا بين استراتيجية السعودية والإمارات على الأقل في وصف ما يحدث اليوم. فالإماراتيون يهاجمون الرئيس هادي ويصفون ألويته بالميليشيا، فيما يصف إعلام السعودية المجلس الانتقالي بمجلس عيدروس الانتقالي. فهل هناك فعلا بوادر اختلاف بين استراتيجية البلدين في اليمن، أم أن الأمر لا يعدو تبادلا للأدوار؟ ما هو قطعي أكيد أن عدن تعيش بوادر انقلاب عسكري، واليمنيون ينتظرون من الرئيس هادي ألا يكرر موقفه السلبي في صنعاء وأن يقف مع شرعيته كما تتوجب عليه مسؤوليته الوطنية. فعدن لا تتمنى مصير صنعاء.
جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم لي عبر سكايب من الرياض مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك يا أخي العزيز وبضيفك الكرام وبالمشاهدين الكرام جميعا. أهلا وسهلا. إذن أستاذ مختار، هل تذكر وتكرر الأحداث التي تدور اليوم في عدن بما جرى في صنعاء في سبتمبر 2014؟ بكل تأكيد أن ما حدث اليوم أو ما حدث الصباح اليوم هو تكرار لنفس السيناريو الذي حدث في 2014 حين قامت ميليشيا الحوثي برفع شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، منها إسقاط الحكومة وتنفيذ المخرجات الحوار الوطني وطرد الفاسدين من الحكومة، وما رفعه عيدروس الزبيدي وميليشياته الخارجة عن النظام والقانون هو نفس الشيء، المتاجرة بأوجاع الناس، المتاجرة بالشعارات التي بالفعل هي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. الحكومة اليمنية قدمت وتقدم كل ما تستطيع، كل ما بيدها قدمت. بالتالي ما يحدث اليوم هو نفس السيناريو الذي حدث في العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، مع اختلاف الأدوات التي تنفذ الانقلاب اليوم في العاصمة المؤقتة عدن. إذا كان من هناك من أي مطالبات لا يمكن أن يتم تنفيذ هذه المطالبات عبر الدبابات، لا يمكن أن يتم تنفيذ هذه المطالب عبر المدرعات الإماراتية وعبر الأسلحة وعبر اقتحام مؤسسات الدولة كما حصل في العاصمة صنعاء. اليوم تفاجأت أن هناك بعض العناصر الذين دخلوا إلى مباني حكومية ومنها مبنى الأمانة العامة لرئاسة الوزراء وقاموا بالتلفظ بألفاظ نابية على فخامة رئيس الجمهورية وعلى رئيس الوزراء وعلى الحكومة وعلى الشرعية، وداسوا بصورهم وداسوا بأعلام اليمن. بالتالي هذه الأعمال شاهدناها من قبل في مقر الفرقة الأولى مدرع من قبل الحوثيين حينما جلسوا على الكرسي الخاص بقائد الفرقة السابق الفريق الركن علي محسن الأحمر، وحين دخلوا إلى مقر قيادة القوات المسلحة وأخذوا صور تذكارية. بالتالي هذه أعمال لا يمكن القبول بها ولا يمكن العاقل أن يقبل بها، هذه أعمال ميليشيات، هذه أعمال قطاع طرق، هذه أعمال من لا يمكن أو من لا يرجو لليمن أن تعود وأن تعود الدولة ومؤسسات الدولة. طيب في هذا السياق دعني أسألك عن موضوع استعادة الدولة وكيف سيؤثر ذلك على مسيرة استعادة الدولة، لكن قبل ذلك دعنا نشرك معنا في الحوار المحامي فواز العويضاني الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عدن. أهلا بك أستاذ فواز. أهلا بجميع المشاهدين، حياكم الله أستاذ فواز. إذن ما هو الوضع الميداني الآن في عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عدن أخي الكريم ليست بخير منذ صبيحة يومنا هذا الأحد، فقط في عدة مواجهات مسلحة قوية جدا راح ضحيتها العديد من الشباب، شباب عدن بين قتيل وجريح. طبعا مواجهات بين ميليشيات المجلس الانتقالي وبين قوات شرعية مترتبة بالحماية الرئاسية. نعم، هل هناك إحصائيات لمواجهات اليوم أستاذ فواز؟ طبعا إحصائيات دقيقة لا توجد، ولكن اسمح لي أن نقول أن هناك تقريبا حوالي 17 جريح، لم تسجل أي حالات وفاة في مستشفيات كريتر على اعتبار أنني قاطب في منطقة كريتر، ولم يسمح لي بالخروج أو الدخول من منطقة كريتر، نحو كريتر محاصرة. طيب هل لا زالت بداية الاشتباكات مستمرة إلى الآن؟ هل تسمعون صوت رصاص أو عمليات اشتباك؟ نعم أخي الكريم، كانت الاشتباك منذ صباح الباكر هذا اليوم إلى حوالي الساعة الثالثة ونصف عصرا توقفت، وإلى هذه اللحظة تجددت الاشتباكات، ونسمع بعض العير النارية من أسلحة خفيفة والأسلحة المتوسطة من بعض المناطق تقريبا خور مكسر أو المناطق المجاورة. طيب هل هناك معلومات عن طبيعة يعني التوزيع في الميدان أو من هو المسيطر على الأرض الآن في الميدان؟ أخي الكريم، من المعروف أن المسيطر هم القوات الميليشيا وميليشيا المجلس الانقلابي كما أحب أن أطلق عليه. طبعا المجلس الانقلابي لديه قوات مدعومه من الامارات العربيه المتحده، للاسف الشديد نقول
أستاذ فواز؟ نعم، مسيطرين على معظم المنشآت الحيوية في وقد أصابوا ذلك تدمير كامل أو تدمير جزئي في بعض المنشآت الحيوية في محافظة عدن. هم مسيطرين على معظم ولكن حماية الرئاسية لا زالت الشرعية وتحاول الدفاع عن بعض هذه المنشآت، وإن شاء الله سوف ينقلب هذا الانقلاب على المجلس الانقلابي. إذن أشكرك أستاذ فواز العويضاني المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا على تواجدك معنا في هذه الحلقة. بالعودة إليك أستاذ مختار، إذن كنت سألتك على مسألة كيف ستؤثر أحداث اليوم، وقد سمعنا نوع من التحديث لمعلومات من قبل أستاذ فواز، كيف ستؤثر على معركة استعادة الدولة بشكل عام؟ تؤثر بشكل كبير جدا. إذا كانت العاصمة المؤقتة اليوم تزح بين أنياب ميليشيات خارج إطار الدولة، بالتالي كيف لنا أن نثبت للمناطق التي ما تزال غير محررة أن كل المناطق المحررة تخضع للدولة وتخضع لمؤسسات الدولة، ومؤسسات الدولة هي التي تعمل في الميدان. بالتالي نقول أن ما تقوم به ميليشيات عيدروس وكذلك المحل التحقيق هاني بن بريك المدعومة من الإمارات، نقول أنها تعيق عمل الحكومة وتعيق عمل استعادة الشرعية التي جاء التحالف العربي من أجل دعمها وإعادتها إلى الميدان. بالتالي نقول أنها تعيق استعادة الدولة، وأيضا تعيق معركتنا وهي المعركة الأم، المعركة التي يقاتل اليمنيين بكافة تكويناتهم المختلفة لاستعادة الدولة من أنياب الإنقلاب بصنعاء. كنا ننتظر من الجميع أن يدعمنا لاستعادة العاصمة صنعاء، ولكن للأسف الشديد يعني البعض رفقاء السلاح يقومون بطعننا بالخاسرة، ويقومون بطعن الدولة والشرعية والتحالف العربي من الخاسرة حين يقومون بهذه الأعمال، وحين يقومون باستهداف مؤسسات الدولة والمطالبة بطرد الحكومة الفاسدة. من كانت له مطالب لا يمكن أن تأتي على ظهر الدبابات، إنما تأتي بالعمل السلمي. الحراك الجنوبي طوال فترته من 2007 وحتى الآن كان يمثل نقطة ضوء في العمل السلمي، لم يخرج وهو يحمل السلاح، لم يصل إلى مطالبه عبر السلاح، إنما كان يخرج بالمسيرات تلو المسيرات. ولكن ما يحدث الآن هو انعطاف خطير في تاريخ الحراك الجنوبي الذي يحاول عيدروس الزبيدي أن يسيطر عليه. ونحن نقول أن عيدروس الزبيدي وكذلك المجلس الانتقالي لا يمثل الجنوب، هو مكون بسيط ومكون يعمل مع الغير بالأجرة، وهو للأسف الشديد أن هذا المكون يسيء للجنوب ويسيء لبقية التكوينات الجنوبية. رأينا كثير من قيادة المقاومة الجنوبية يخرجون عبر بيانات رسمية يؤكدون وقوفهم مع الشرعية ووقوفهم مع أهداف التحالف العربي لاستكمال التحرير، وأيضا هناك قيادات من فصائل أخرى من الحراك لا يقفون مع المجلس الانتقالي. بالتالي لماذا يختزل عيدروس الزبيدي الجنوب؟ لماذا يعتبر الجنوب أنه في جيبه ويتحكم به ويتحدث بكل أسماء الجنوبيين؟ الجنوبيين ليسوا بيد عيدروس الزبيدي ومجلس الانتقالي لكي يتحكم بتاريخهم ومصيرهم. نقول أن من لديه مطالب عليه أن يضعها في الطاولة وأن لا يستخدم العنف والسلاح، لأن هذا سيجرنا إلى مآسي. وللأسف الشديد أن عيدروس ومن معه يريد أن يجر الجنوب إلى أحداث مأساوية كما حدث في 86 من أحداث دامية ومزقت الجنوب للأسف الشديد. ونقول أن هذه الأعمال للأسف الشديد تمزق الكيان الجنوبي وتنشئ وتمهد لحرب مناطقية. نعرف من هو عيدروس الزبيدي ومن أين أتى ومن هي القوات التي تتبعه، هي تتبع من مناطق محددة فقط، ونحن لا نريد إعادة التقسيمات المناطقية الجنوبية السابقة، أبين شبوة طغمة زمرة ضالع لحد، لا نريدها. نريد أن تكون التكوينات تحت قيادات واعية، تحت قيادات تستشعر المرحلة الخطيرة التي يعيشها الجنوب وتعيشها اليمن بشكل عام. طيب، يعني في سياق ما حدث اليوم، قال رئيس الوزراء إن القرار اليوم في عدن في يد الإمارات في سياق بيان من البيانات التي نشرت اليوم. في أي سياق يمكن تفسير هذا القول وفق الأحداث التي جرت، وفق هذا الممارسات المسلحة في نهاية المطاف للقوات المحسوبة لما يسمى بالمجلس الانتقالي؟ أخي العزيز، أنا أعرف وأنت تعرف والمتابعين يعرفون أن
ما يحدث في مدينة عدن هو تحت سمع وبصر الإمارات العربية المتحدة. الإمارات هي من تولت إدارة المناطق الجنوبية، عدن، لحج، أبيان، الضالع، حضرموت، هي من تدير هذه المنطقة منذ معارك التحرير. وللأسف الشديد أنها قامت بإنشاء كيانات موازية لكيانات الدولة، بدل أن تعيد تأسيس الجيش وتعيد تأسيس الأمن الذي هو تابع للدولة، قامت بإنشاء كيانات موازية وهي ما يسمى بالنخب وما يسمى بالحزام الأمني وما يسمى بهذه التسميات الخارج إطار الشرعية. رئيس الجمهورية أصدر قرارا جمهوريا، وهذا القرار يتضمن أنه يجب إدماج كافة القوى والتشكيلات التي شاركت في معارك التحرير في الشمال وفي الجنوب في إطار الجيش والأمن، لكي لا تتحول هذه المجموعات وهذه التشكيلات المسلحة إلى قادة وأمراء حرب وتشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، بالتالي تم حل هذه المشكلة. للأسف الشديد هذه القيادات بما فيها هاني بن مبارك، وهذا طبعا من ضمن الأسباب، وهذه المعلومة قد تكون لأول مرة يتم الإعلان عنها، أنها من ضمن الأسباب التي أدت إلى إقالة عيدروس الزبيدي وإقالة المحلل التحقيق هاني بن مبارك، أنهم رفضوا إدماج قوات الحزام الأمني والتشكيلات المسلحة الأخرى في إطار الجيش والأمن، وأصبحت هذه القوات منفلتة عن الدولة، لا تنفذ أجندات الدولة، لا تنفذ أوامر الدولة، حتى حينما منعت هذه الميليشيات المسلحة دخول الشماليين إلى المناطق الجنوبية، فخامه رئيس الجمهوريه اصدر قرارات واصدر اوامر مباشره لهم بان يسمحوا للشماليين، ولكن لم يتم تنفيذ هذا، وهذه دليل على انهم لا يتبعون الدوله ولا يتبعون الشرعيه. واليوم حينما اصدر فخامه رئيس الجمهوريه قرارا بوقف اطلاق النار، لم تلتزم هذه الميليشيات بوقف اطلاق النار، بينما التزمت قوات الحمايه الرئاسيه والقوات التابعه للشرعيه في عدن وبكافه مديريتها. بالتالي نقول ان انشاء هذه الكيانات هو يضر اولا بامن عدن واستقرار عدن، وايضا يشكل لحروب قادمه ولحروب مناطقيه، حروب عصبويه قد تنشا في الفترات والسنوات القادمه. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا استاذ مختار. اذا ارحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم الينا الان، الاعلامي والمحلل السياسي الاستاذ منصور صالح الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عدن. اهلا بك استاذ منصور. أهلا وسهلا أخي، حياكم الله. إذن ما الذي يجري الآن، ما الذي جرى تحديدا اليوم في عدن وفي أي سياق يقرأ أستاذ منصور؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نعبر عن عميق الأسى والحزن لسقوط عدد من شبابنا من المقاومة أو من الحماية الرئاسية الذين ذهبوا ضحية حماقة هذه الحكومة الفاسدة التي كنا نتمنى أن تعمل بما جاء اليوم بكلمة أحمد عبيد بن زغر بأنه لا يشرف البقاء على أشلاء اليمنيين. كان أحمد عبيد بن زغر قد تلقى الرئيس عبد الرب منصور هادي طلبا من المقاومة الجنوبية بإقالة هذه الحكومة الفاسدة التي ثبت فشلها، وإلا وأعطي مهلة أسبوع لإقالته. وكنا نتمنى أن يدرك أحمد عبيد الدغر أن الشارع الجنوبي الذي استطاع أن يركع علي عبد الله صالح في قمة مجدل أن يعجز عن طرد حكومة مهترئة فاسدة لا تملك شيء، لا على الأرض ولا حتى في السياسة، ولا تملك مبررات فشلات في مختلف مجالات الحياة. عموما كان اليوم كنا بصدد عملية تصعيد سلمي دعت إليه المقاومة الجنوبية بقيادة في بيان قرأه الأخ أبو اليمامة منير اليافعي. أستاذ منصور، لكن يعني وأنت عضو اللجنة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي، كيف يمكن فهم أن التصعيد سلمي وهناك اشتباكات مسلحة حدثت؟ نعم، علينا أن كان الاتفاق إلى مساء الأمس أن تمضي العملية سلمية وأن تتولى الحزام الأمني حماية المتظاهرين، لكن الأخوة في الحماية الرئاسية للأسف يبدو أنهم كانت لديهم خططهم الخاصة وتحركوا فجرا وقاموا بقطع مختلف خطوط الوصول إلى ساحة العروض حيث قام الاحتفال وسيطروا على مختلف المناطق. وأثناء الاحتفال بدأ
الحماية الرئاسية في معسكر طارق بإطلاق النار باتجاه المحتشدين وسقاط امرأة وسقاط رجل في من المتظاهرين. فكان دخل القوم الجنوبية لحماية المتظاهرين والدفاع عن النفس. تطورت الاشتباكات وتمكنت القوات المقاومة الجنوبية من استعادة معظم المناطق او التي كان او النقاط التي سيطرت عليها قوات الحماية الرئاسية في وقت سابق، والامور تسير الى التهدئة. عموما انا اذا على ذكر المجلس الانتقالي الجنوبي، هو انا انفي نفيا قاطعا ان يكون للمجلس الانتقالي هذا الصفه التي كما نسمع في وسائل الاعلام انه هو يقف خلف هذه العمليه. المجلس الانتقالي هذه عمليه التصعيد هذه جاءت بناء على دعوه المقاومه الجنوبيه. المجلس الانتقالي بالتاكيد هو طيب شعب، ولن يقود. اذا من يقود ما يحدث الان استاذ منصور؟ من يقود ما يحدث الان في عدن؟ تقود المقاومة الجنوبية بمختلف شرائحها، يقود الطلاب ويقود العمال والفقراء والمطحونون في الجنوب الذين طحنتهم حكومة بن دغر وأوصلتهم إلى حافة المجاعة. تقود أستاذ منصور، تتحدث الآن على أن هناك معدات، يعني معدات ثقيلة ومعدات مسلحة، هذه المعدات موجودة لدى الأطفال ولدى الناس في الشوارع ولدى الطلاب؟ أنا قلت في البداية المقاومة الجنوبية تملك من العتاد ما يكفي، هي من طردت ميليشيا الحوثي من 6 محافظات جنوبية في 6. طيب هذه المقاومة ألم تنضوي إلى الآن تحت ألوية الجيش والتنظيمات الرسمية كما صدرت قرارات جمهورية بذلك؟ هذه هي واحدة من المشكلات التي ربما تسببت في هذا عملية الاحتقان هذا، أنه الحكومة رفضت خلال الفترة الماضية استيعاب المقاومة الجنوبية وأرادت أن تتآمر عليها، وللأسف أنه المقاومة الجنوبية هي من عارف الحكومة. الحكومة لم يكن لها وجود في عدن، لا أحمد أمين بن دغر ولا أي من الوزراء الذين عادوا اليوم للتآمر على عدن وعلى الجنوب، لكن المقاومة الجنوبية هي من عادتهم وهي من أمنتهم، والإمارات التي تتهم بأنها تتآمر الحكومة هي من رممت قصر المعاشيق وهي من أمنته وهي من وفرت له الطيران ذهاب وإياب إلى عدن. المقاومة الجنوبية هي حتى. طيب أستاذ منصور، الآن يعني عندما نرى الصور نشاهد أن الآليات والأطقم مكتوب عليها الحزام الأمني وهي كما تبدو تتبع الحزام الأمني. أنت الآن تقول كلام مختلف تماما. لا، جنوبية الأمني هي مقاومة جنوبية، ولا فرق بين الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية، هما موجودين على الساحة. إذن لا فرق إذن ما بين الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي بهذا السياق. المجلس الانتقالي الجنوبي ليس لديه مطالب شعبيه، لا يبحث عن ماء ولا يبحث عن راتب. المجلس الانتقالي الجنوبي لديه قضيه سياسيه يعلمها القاضي والداني، وهي التمثيل السياسي للجنوب بهدف استعاده الدوله الجنوبيه. نعم. الفيدراليه المستقله. انما نحن نتحدث عن قضايا مطلبيه معيشيه، ورفعها الشارع، رفعها الشعب الجنوبي، رفعتها وتحميها المقاومة الجنوبية. نعم. وهي من طالبت. نعم، لماذا كنا نتساءل؟ إن كان وصلت الفكرة. أشكرك أستاذ منصور، أشكرك على تواجدك معنا، المحلل والإعلامي الأستاذ منصور صالح، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا على تواجدك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير بعده نستأنف النقاش في هذه الحلقة، تفضلوا بالبقاء معنا. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب، يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم. البعض يعيش الفرحة والآخر تخلد ذكرى. بلقيس معكم في كل لحظة.
أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من مسقط الأكاديمي والباحث الدكتور عبد الله الغيلاني. أهلا بك دكتور. مرحبا بكم جميعا وبالضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. حياكم الله. إذن دكتور، تابعت بكل تأكيد ما حدث في عدن اليوم، ما هي وجهة نظرك وما هو التفسير لكل هذه الأحداث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما حدث ويحدث في عدن منذ صبيحة هذا اليوم هو استنساخ كامل تقريبا لما حدث في عشية الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014. مجموعة مسلحة تريد السيطرة على المدينة، تريد إسقاط الحكومة. في المقابل هناك حكومة ضعيفة متراجعة، أداؤها سيء للغاية. فالسيناريو الذي حدث يعني عشية الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014 في صنعاء يتكرر اليوم في عدن، وأنا لست متفاجئا مما يحدث وما سيحدث في مقبل الأيام. هذا يعني هذه تمظهرات لمشروع يجري على الأرض منذ سنوات، ليس هذا المشروع حديثا وليس مشروعا سريا، وإنما هو مشروع قائم، وبالتالي يعني يبدو أن هذا المشروع قد وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الحسم العسكري وإسقاط الدولة وطردها تماما من عدن وغدا من المناطق الجنوبية إجمالا. طيب دكتور، أولا ما الذي تتوقع إذن أن يحدث في الأيام القادمة، وما هو هذا المشروع الذي تتحدث عنه؟ هذا مشروع موازي لمشروع الدولة اليمنية، وهذا المشروع ليس جديدا كما قلت، وليس مشروعا تحت الأرض، هو مشروع يجري على الأرض في المناطق الجنوبية وفي المناطق الشرقية، وعلى مرأة ومسمع من الحكومة، بل على مرأة ومسمع من العالم أجمع. ما الذي سيحدث في مقتبل الأيام؟ يبدو أن ميزان القوى مختل لصالح هذه الميليشيات، المجلس الانتقالي الجنوبي والحزام الأمني والقوات المسلحة المساندة لهذا الفريق أو لهذه الطائفة. يبدو أن ميزان القوى مختل لصالحها، إذ لا يوجد للرئاسة اليوم في عدن إلا قوات الحماية الرئاسية، وهذه لن تكون قادرة على التصدي لهذه الميليشيات. فأنا أخشى أن يعني تقوم هذه الميليشيات بإسقاط الدولة تماما وطردها، ويعني ثم التوسع في يعني التمدد في المناطق الجنوبية الأخرى وإقامة ما يسمى بدولة الجنوب. يعني هذه هي ملامح هذا المشروع، فصل الجنوبي عن الشمال، إقامة دولة مستقلة، إسقاط الحكومة، سحب الشرعية من حكومة هادي. ولكن الذي يتحمل مسؤولية ما يحدث اليوم هو حكومة الرئيس هادي، لأنها لم تأخذ السيف بحقه، لم تتخذ من الإجراءات الاستراتيجية منذ البداية ما يمكن أن يعني يردع هؤلاء، وما يمكن أن يستأصل يعني هذا المشروع وهو في بواكيره. تركت هذا المشروع حتى ينمو ويتضخم ويتعاظم ويكبر، وها هو اليوم تسقط الدولة في عدن، وغدا كما قلت سوف يتمدد إلى المناطق المجاورة ويقيم ما يسمى بدولة الجنوب. لكن دكتور، هناك حديث دائم على أن هذه الأمور لم تكن تجري بموافقة كاملة من قبل الشرعية والحكومة، وإنما كانت تأتي بضغط من دول قد تكون مشاركة في التحالف العربي. أخي، يعني إدارة الصراع السياسي يعني ليس فيها موافقة وعدم موافقة، هناك ميزان قوة على الأرض، هناك أدوات استراتيجية وسياسية كان ينبغي على حكومة الرئيس هادي أن توظفها وأن تستخدمها. إذا كانت الحكومة تعيش في الأسر إلى هذه اللحظة، هي لا تملك أمرها، لا تملك من الأمر شيئا، فكيف تستطيع أن تتصدى لهذه الميليشيات في عدن أو في غير عدن؟ المشكلة أن هناك حكومة عاجزة، حكومة ليست قادرة لا على الإدارة السياسية ولا على إدارة الصراع العسكري ولا على حتى الإدارة الخدمية في المناطق المحررة. فما لم تخرج هذه الحكومة من حالة الأسر وتوظف الأوراق التي بيدها وتنحاز إليها القوى السياسية والقبلية، ما لم يحدث هذا، أنا يبدو لي أن المشروع واضح الآن. وهذا مشروع بالمناسبة يعني أكبر من المجلس الانتقالي، وربما يكون أكبر من التحالف حتى، يعني هذا يبدو أنه مشروع إقليمي، وربما هناك أطراف دولية متورطة في هذا المشروع. يراد لشمال اليمن أن يستقر تحت قبضة الحوثيين مع إجراء شيء من الحراك السياسي، ربما يتم إدماج بعض القوى السياسية في النظام السياسي في الشمال، ولكن ستكون اليد العليا للحوثيين
بدعم إيراني بطبيعة الحال، ينفصل الجنوب عن الشمال وخلاص، يعني تم تصفية القضية اليمنية على هذا النحو. الحكومة تتحمل مسؤولية تاريخية الآن وعليها أن تقول كلمتها. نعم أنا أسمع منذ بضعة أسابيع أن هناك خطابا فيه شيء من التقدم، أن هناك خطاب يدين يعني الدعم الإماراتي لما يحدث في الجنوب، هذا تطور في الخطاب السياسي، ولكن على الحكومة أن لا تقف عند هذا الحد، وإنما عليها أن تخرج من حالة الأثر. التحالف الآن على المحك، التحالف الآن على المحك، المملكة العربية السعودية الآن على المحك. إذا سقطت حكومة الرئيس هادي وأضحت اليد العليا في عدن وفي المناطق المجاورة لما يسمى بالمجلس الانتقالي، فإن التحالف سوف يواجه أزمة قانونية. التحالف دخل اليمن ودشن عاصمة الحزم بناء على طلب من الحكومة الشرعية. إذا سقطت هذه الحكومة لن يبقى هذا الغطاء القانوني الذي يتمتع به التحالف. طيب الآن طيب سأعود إلى هذه النقطة دكتور، سأعود إلى هذه النقطة دكتور، لكن في سياق الحديث عن الحكومة ومسؤوليتها دعني أنقل هذا الحديث إلى مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الراحبي. أستاذ مختار، إذن الدكتور يحمل الحكومة مسؤولية كبيرة لما يجري لعدم قدرتها ربما على التوظيف السياسي للأرض لكثير من العناصر على الأرض، وأن هناك مسؤولية تاريخية ملقاة عليها. السؤال الآن يقول أين الرئيس هادي مما يحدث اليوم في عدن؟ إلى الآن ليس هناك بيان يوضح للناس الموقف، ليس هناك بيان يوضح للناس ما الذي يجب عليهم أن يقوموا به. أستاذ مختار، أخي العزيز، رئيس الجمهورية أصدر توجيهات صريحة كونه قائد على القوات المسلحة وكونه صاحب الشرعية الأولى في البلد، أصدر توجيهات صريحة لكافة القوى الموجودة سواء التابعة لرئيس الجمهورية أو الأخرى التي تتبع ميليشيات عيدروس الزبيدي وتكوينات الميليشيات الأخرى. بالتالي نقول أن رئيس الجمهورية ما الذي بيده أن يقول، يعني هل يخرج ويتحدث بتفاصيل ما حدث؟ هنا لقاء تشاوري مع المستشارين، وأعتقد أنه بعد هذا اللقاء التشاوري أعتقد أنه سوف عفوا تفضل أكمل. نعم أستاذ مختار، نعم أنا أعتقد أنه سيخرج عن هذا اللقاء التشاوري، نعم أنه سيخرج عن هذا اللقاء التشاوري، سيخرج بيان لتوضيح كل ما حدث، لكن الأوضاع طبعا واضحة. لكن إلى الآن لماذا تركت الأمور أستاذ مختار صباح اليوم، يعني في سياق هذه العملية لماذا تركت الأمور إلى أن يصل هذا التصعيد؟ هذا هو السؤال. هو بالفعل يعني كان من المفترض أن يتم إيضاح ما الذي حدث للمتابع وكذلك للمواطن اليمني سواء في الشمال أو في الجنوب، كان من المفترض أن يتم الحديث عن كل ما حدث، عن تفاصيل ما حدث، عن المؤامرة التي يتم حياكتها في المناطق الجنوبية، ما الذي حدث، تفاصيل ما الذي حدث. بالفعل هناك يعني ضبابية في هذه المعلومات، وهناك نظرا لحساسية الوضع القائم، لأننا نعرف أن هناك دولة كبيرة في التحالف العربي تدعم هذه التوجهات وهذه وما يحدث في مدينة عدن. بالتالي رئيس الجمهورية لا يريد أن يكون يعني أن يكون تصدع التحالف أو انقسام التحالف يأتي عن طريق الشرعية، يريد أن تقود المملكة العربية السعودية عملية تصحيحية لما يحدث في المناطق الجنوبية وبالذات في مدينة عدن. نحن صرخنا منذ وقت طويل أن ما يحدث في مدينة عدن هو أمر خطير، أن ما تقوم به هذه الميليشيات المدعومة من الإمارات هو أمر خطير يجب عدم السكوت عليه. وحتى وإن يعني الكثير من المسؤولين يعني كان يرفض الحديث عن هذه المواضيع الحساسة، لكن سيأتي وقت من الأوقات والجميع يتحدث عنها. لابد أن تكون هناك شفافية في الطرح، يجب أن نقول للمسيء أنت أسأت، ونقول للمخطئ أنت أخطأت، وللمحسن أنت أحسنت. حينما ذهب السفير السعودي إلى عدن وحينما قدمت المملكة العربية السعودية 8 مليار دولار لإنقاذ الريال اليمني،
يعني كانت هذه الانتفاضة، انتفض أيدروس الزبيدي لأنه بالفعل يريد أن تسقط الحكومة، يريد أن يتم نقل البنك المركزي ولكنه يرفض نقل مجلس النواب، يريد المؤسسات التي المؤسسات الإرادية أن يتم نقلها إلى عدن ولكن لا يريد الأخرى، يحتضن طارق محمد عبد الله صالح بالأحضان ولكنه يطرد المواطن الشمالي صاحب البسطة ومن يدخل للسفر عن طريق مطار عدن يطرده. هناك متناقضات وهناك أشياء لابد من الحديث عنها بكل صراحة وبكل طيب. شفافية. وقد أشرت إلى زيارة السفير السعودي إلى اليمن والوديعة التي تمت. وقد أشرت إلى هذه الأمور كلها، دعني أنقلها إلى الدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور، هل هذه الزيارة التي قام بها السفير السعودي والمسؤول عن ملف إعادة الإعمار في اليمن، المسؤول السعودي عن ذلك، هل استفزت شريكة السعودية في التحالف لأن هناك ربما نوع من التقليص لدورها في اليمن وهناك نوع من يعني خروج المصالح واستفادة أكبر أو تحقيق أكبر للمصالح اليمنية بالمقارنة بالمصالح الأخرى؟ أغلب الظن أن الجواب كلا، يبدو واضحا من خلال المعطيات التي تتبدى على الأرض يوما بعد آخر أن هناك شيء من التوافق الصريح والضمني بين قطبي التحالف، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. الوزير السعودي زار عدن وأعلن عن دعمه للحكومة وأعلن عن دعم المملكة ماليا يعني عملية الإعمار، وبعدها بسويعات قليلة يعني خرج الزبيدي وأعلن الانفصال وهدد القوات الشمالية إلى آخره. كان ينبغي أن يكون الموقف، موقف التحالف في الجملة وموقف المملكة العربية السعودية، حازما أمام هذا التطور. الآن نحن أمام أحداث عدن. البيان الذي صدر عن التحالف كان بيانا يعني هشا مهترئا ضعيفا متراجعا، يعني ليس فيه لغة حازمة. هذا انقلاب مكتمل الأركان كالانقلاب الذي حدث عشية سبتمبر 2014، لا فرق بين هذا وذاك. هذا مشروع ايديولوجي عسكري وهذا مشروع ايديولوجي عسكري ايضا، كلاهما استهدف الدولة واسقط الحكومة ويريد ان يقيم دولة على انقاض هذه الدولة. اذا ليس هناك فرق بين ما يعني اجترحته ايدي الحوثيين في الشمال وما يحدث الان في عدن. انا اقول ان المملكة العربية السعودية هي بيضة القضبان في هذه المسألة كلها، وعليها ان تبادر ان كانت هي بالفعل لا زالت تؤيد الشرعية ولا زالت دخلت اليمن أو يعني دشنت هذه العملية العسكرية من أجل تحرير اليمن وإعادة الشرعية والانتصار لخيار الدولة اليمنية الموحدة وخيار النظام الديمقراطي. إن كانت قد فعلت يعني ذلك بهذه الدوافع فعليها اليوم أن تتدخل بحزم وتوقف هذه المهزلة التي تجري في عدن. البديل عن ذلك أن الرئيس هادي، عودة إلى السؤال السابق، البديل عن ذلك إذا كان التحالف متردداً ومتراجعا وله أجندات أخرى أن يحرك جزء من المقاومة الشعبية والجيش الوطني من أجل حسم الوضع في عدن، لأن هذه مسألة في غاية الخطورة. الدولة سقطت في الشمال، هي الآن على وشك السقوط في الجنوب، إذا ما الذي سيبقى لهذه الدولة؟ يعني ستبقى هذه الحكومة في المنفى لا تحل ولا تربط وليس لها من الأمر شيء. ثم أخشى أن تأتي المرحلة التالية أن المجتمع الدولي في الحل السياسي لا يتفاوض مع حكومة الرئيس هادي باعتبارها حكومة ليس لها من الأمر شيء، ليس لها وجود على الأرض، وإنما يتفاوض مع الحوثيين في الشمال ويتفاوض مع هؤلاء الجنوبيين في الجنوب، ويتم تصفية القضية اليمنية على هذا النحو، وهذه مسألة في غاية الخطورة. طيب كيف سيؤثر ذلك على شرعية التدخل الذي قام به التحالف في إسناد هذه الشرعية وعلى صورته في الخارج أيضا؟ هذه مسألة أيضا يعني هذه مسألة يعني من الناحية القانونية خطرة جدا. كما قلت آنفا أن هذه الحكومة إذا سقطت عمليا، على الأقل إذا سقطت عمليا ولم يعد لها وجود في المناطق الجنوبية، فإن ذلك سوف يؤدي إلى تآكل مصداقيتها وسيؤدي إلى تآكل شرعيتها أيضا. التحالف دخل تحت الغطاء القانوني لهذه الحكومة بطلب من هذه الحكومة ولا يزال متمسكا بها ربما لهذا السبب. فيعني هذه المسألة أيضا لها تداعياتها القانونية، وأخشى أن المجتمع الدولي يتجاوز حكومة الرئيس هادي ويبدأ يتفاوض يعني إذا طرح الحل السياسي، وهو الآن مطروح بقوة. يعني بوريس جونسون كان موجود في مسقط قبل بضعة أيام ثم اتجه إلى الرياض، هناك تحريك للحل السياسي. فإذا
يعني طرحت هذه المبادره السياسيه، اخشى ان يتم تجاوز الحكومه كما تم تجاوزها من قبل، ويتم التفاوض مع هذه الطغمه في الجنوب والحوثيين في الشمال، ويتم تصفيه القضيه اليمنيه على هذا النحو. هذا منعطف حقيقه في غايه الخطوره. الذي يتحمل مسؤوليه اضافه الى حكومه الرئيس هادي ايضا القوى السياسيه المنضويه تحت مظله الشرعيه، وهي قوى قويه لها وجود على الارض، وجود عسكري وسياسي وقبلي. فعلى هذه القوى ايضا وخاصه الاحزاب الكبرى كالتجمع اليمني للاصلاح، على هذه القوى ان تتحرك وان توظف يعني مواردها البشريه والعسكريه في الشمال وفي الجنوب وفي كل ارجاء اليمن من اجل تجاوز هذه المحنه. هذا منعطف خطير جدا، وما لم تتحرك هذه القوى اضافه الى الحكومه الشرعيه فانا اخشى ان يتم تصفيه القضيه اليمنيه، وعندئذ يعني يكون الوقت قد فات جدا على يعني استدراك ما يمكن استدراكه الان في هذه اللحظه. دكتور عبد الله الغيلاني الأكاديمي والباحث كنت معنا عبر الهاتف من مسقط، شكرا جزيلا على تواجدك معنا. بالعودة إليك أستاذ مختار، إذن هناك يعني باستثناء دولتي الإمارات وكذلك المملكة العربية السعودية هناك شركاء آخرون في التحالف العربي، ما هي المواقف لهؤلاء المشاركون أو المنضوون تحت تحالف دعم الشرعية في اليمن؟ سيدي العزيز، الجميع في إطار التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية يتحدثون بكل صراحة أنهم مع شرعية فخامة رئيس الجمهورية وأنهم جاءوا من أجل هذه الشرعية. بالتالي لا أعتقد أن هناك أحد سيقبل بأن يعلن هدف وأن ينفذ هدف آخر. المملكة العربية السعودية صريحة وتتحدث بكل صراحة أنها مع شرعية وموقفها واضح في دعم الشرعية، حتى حينما انهار الريال بادرت بدعم العملة الوطنية وأرسلت المساعدات الإنسانية وتساعد الجيش الوطني. بالتالي نقول أن معظم الدول أو التحالف باستثناء للأسف الشديد نقولها بكل صراحة باستثناء الإمارات العربية المتحدة كلهم مع عودة الشرعية وأمن واستقرار ووحدة اليمن. للأسف الشديد حتى الإمارات حينما تعلن بالإعلام الرسمي أنها مع شرعية وأنها تدعم الشرعية وأنها تقوم مع الشرعية وأمن واستقرار اليمن ووحدة اليمن، لكن للأسف الشديد ما نشاهده على أرض الواقع أن المدرعات الإماراتية الآن هي التي تقصف مؤسسات الدولة. الأسلحة الثقيلة التي تم تسليمها لعيدروس وميليشياته هي التي اليوم تحاصر مؤسسات الدولة وتحاول اقتحام مؤسسات الدولة. نريد تهدئة في مدينة عدن، لا أحد يريد أن يصعد في مدينة عدن، فكل من يقتل هو يمني وكل من يقتل في عدن هو من أبناء المناطق الجنوبية التي لا نريد لها أن تنزلق إلى منزلق الدماء وأن تكون هناك يعني دماء تسيل في مدينة عدن. نريد أن تكون عدن عاصمة قبلة للجميع وأن تكون حضن لكل اليمنيين كما كانت، وهذا ما نتمناه في الأيام القادمة. ونتمنى أن يتم أيضا تنفيذ قرارة رئيس الجمهورية وقرار رئيس الجمهورية القاضي بوقف التصعيد ووقف إطلاق النار الفوري في مدينة عدن، وإذا كان هناك أي مطالب يتم الحديث عنها بالحوار وليس بالدبابة وليس من منطلق الميليشيات وقطاع الطرق الذين حينما يريدون شيء يهجمون ويقتلون وينهبون ويقومون بأعمال خارج إطار القانون وخارج إطار حتى الأخلاق. اليوم المشاهد التي شاهدناها والمقاطع التي شاهدناها من داخل مبنى الأمانة العامة لرئاسة الوزراء هي مناطق مهززة لا نتمنى أن نراها لا في عدن ولا في أبين ولا في أي منطقة. هذه المشاهد شاهدناها فقط في صنعاء وفي عمران حينما دخلت هذه الميليشيات الحوثية إلى هذه المناطق، أما غير ذلك لا نتمنى لمدينة عدن أن تعيش بين أزيز الرصاص والدبابات والمصفحات. نريد عدن أن تكون مدينة مكتملة في الخدمات الأساسية في الكهرباء في باقي الخدمات بتوفير الرواتب، وإذا كان هناك من مطالب نشد على هذه المطالب إذا كان هناك من فساد. نحن لسنا الفساد وضد الفساد ولا أحد يريد أن يقف مع الفساد، لكن هناك طرق يمكن إيصالها وليس عن طريق القوة والسلاح. أشكرك إذن أستاذ مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام كنت معنا عبر سكايب من الرياض على تواجدك معنا في هذه الحلقة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات ولكل الضيوف الذين كانوا معنا في هذه الحلقة. في ختامها تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحية الزملاء منصور النقاش وأسامة عادل وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.